نعم، هو اللي لاحظوا انه تقريبا 85 مليار ممكن يسجل السوق للربع الثالث. طبعا اذا اخذنا بالاعتبار انه متوسط النمو يعني تقريبا 10% القطاع المصرفي والبتروكيماوي كاقل تقدير. طبعا القطاع المصرفي مدعوم بنمو الاستهلاك في البلاد من تقريبا القرارات او الاوامر الملكيه اللي بشهر 3 الماضي وغير المواسم الدينية رمضان والأعياد. طبعا أرقام طيب، مؤسسة النقد رغم تشير ذلك إلى أن قالوا، يعني رغم كل هذه التطورات والقرارات الإيجابية، صحيح قالوا كانت يعني إلى حد ما كان هناك ضعف إجمالا بالنسبة للتداولات وحتى بجاذبية دخول المتداولين إلى السوق. نعم، هو السبب لأنه العامل النفسي بسبب المؤثرات الاقتصادية العالمية اللي تقريبا ما لها تأثير قوي على سوق الأسهم السعودية. طبعا الموضوع خلينا نقول موضوع التصنيف الائتماني يعني كان زي ما نقول مرض استشرى في من بداية العام، يعني بالمخاوف من بداية العام ونصف العام يعني بدأت المراتب تتراجع لأمريكا وأوروبا ولأمريكا وإيطاليا واليابان وغيره، وحتى شركات يعني كبيرة وبنوك. طبعا هذا الموضوع جديد وأثر نفسيا على السوق، لكن تراجع السيولة ولاحظنا الدعم يعني كان قوي للسوق يعني فوق 6000 مرتين، يعني بشهر 3 وبشهر 9 شهر 8 من هذا العام. الموضوع السيولة تقريبا يعني لنا سابقة يعني من 2001 بعد ما حدثت أحداث سبتمبر، تقريبا أخذت السيولة عام ونصف لتعود إلى الوطن وتدخل سوق الأسهم، وبعدها يعني ب 2003 يعني بدأت الطفرة. نفس الموضوع يعني ما نقدر يعني نفرض أنه السيولة هذه لابد أنه ترجع بشكل سريع يعني بعد الأزمة المالية، لأنه بعد الأزمة المالية لو ما حدث انعاش الاقتصاد الأمريكي كان السيولة خرجت من 2000 وتقريبا نهاية 2008 كان تقريبا منتصف 2010 بالكثير عادت إلى السوق السعودية وحدثت الطفرة. لكن حدث أمرين، الأمر الأول اللي خلى السيولة تتأجل، الأمر الأول أنه صار في انكشاف في البنوك السعودية وتم يعني حجم السوق عن التسهيلات، وهذه كان يستفيد منها صانع السوق يعني بأيام الطفرة. الموضوع الثاني هذا جعله يعني يعود او يتمسك اكثر بالاقتصاد الامريكي بالاسواق الامريكيه لان في منتجات متنوعه، في تسهيلات، في كل شيء. الموضوع الاخر انه بعد الان يعني ما اثبت الانتعاش او خطط الانعاش اثبتت انها ما كانت مجديه بشكل كبير لا على الدوله ولا على القطاع الخاص. الان اتوقع انه نحتاج يعني من 2011 خلينا نقول عام ونصف يعني الى منتصف 2012 ممكن يعود جزء كبير من السيولة الأجنبية أو السيولة عفوا الوطنية اللي في الخارج إلى السوق السعودي، خصوصا الأسهم، لأنه واضح جدا ما القطاع الذي العقاري يشجعك يعني أو يدعك يعني تتفائل بهذا الأمر؟ هذا الأمر لأنه أولا قطاع العقار يعني من وجهة نظر شخصية من عام 75 ميلادية حتى الآن هو يتحرك، طبعا هذه ارقام يعني غير رسميه، يتحرك بشكل او برسم بياني واتجاه مطابق للذهب. والذهب اذا حللناه يعني واضح انه في 2000 نقطه للدولار اونصة، واضح انه يعني نهايه اتجاه صاعد وانه امام تصحيح خلينا نقول اقل شيء الى النصف. طبعا هذا طبعا القطاع العقاري بالمملكه اللي كان عليه مضاربات الاراضي البيضاء وغيره هبطت يعني تقريبا 40%، لكن الوحدات السكنيه واسعار الايجار اتوقع بجهود المملكه الحكومه تجاه التضخم اللي ياتي بشكل كبير من القطاع العقاري انه يكون في انظمه وتنظيم وقرارات وغيره يعني تتكاتف. يعني تتوقع تراجع وقت وليد ان كان على مستوى الاسعار اسعار الشقق السكنيه والاجارات؟ نعم اتوقع تراجع، لانه بغض النظر يعني هل نحن يعني ملمين او مطلعين بشكل كبير على القطاع العقاري ام لا، انا شخصيا غير مطلع بشكل كبير،
لكن الذهب هذا يعطيني مؤشر لأنه متطابق مع حركة العقار في المملكة من تقريبا عهد الملك خالد الله يرحمه. فأتوقع أنه القطاع العقاري ما راح يكون يعني القناة الاستثمارية الأفضل. القناة الاستثمارية الأفضل سوق الأسهم، واضح جدا يعني بالفترة الأخيرة أنه نسمع عن كبار التجار في الخليج بالكويت والإمارات، ولأنه واضح الأسواق هناك ضعيفة في الأداء، أنه في رغبة بالاستثمار في المملكة. طبعا هذا السيناريو ممكن يصير ممكن لا، لكن الحركة الفنية أول شيء الأداء السوق بربع هذا والأرباع اللي تقريبا من 2000 من منتصف 2009 كلها يعني الأساسيات أعطت يعني كلها ما أعطت قصرت يعني تلميحات في اتجاه يعني السوق. ممكن اي لكن المشكلة في الحركة الفنية، لابد أن السوق يعكس قيمته العادلة. كيف يعكسها؟ أولا تذهب المؤثرات الخارجية المؤقتة مثل الأحداث السياسية ومثل الأخبار السلبية في الاقتصاد العالمي. بعدها ممكن نشوف موجة صاعدة يعني بشكل حاد، يعني ممكن تكون بأي وقت مثل اللي كانت ب 2007 يعني بالربع الأخير مع الارتفاع الحاد والمفاجئ في أسواق النفط. فكل شيء وارد طالما انه السوق يعني هذه قيمته، طالما انه سياسه الصناديق الحكوميه واضحه للجميع انه في دعم للسوق، وطالما انه اساسيات السوق يعني ما فيها اي خلل، والقطاع المصرفي ما في اي مشكله ائتمانيه، في بالعكس في فجوه بين الائتمان والناتج القومي المفروض يعني يقرض اكثر وينمو اكثر. عندنا القطاع البتروكيماوي يعني على الرغم من الاحداث الا انه متوسط اسعار النفط يعني ما هبطت أقل يعني من متوسط 4 سنوات. عندنا تقريبا توقعات المملكة أو الاقتصاد الحكومي للنفط اتجاه الموازنة يعني ما خابت تقريبا من 9 سنوات. عندنا تقريبا سوق الأسهم يعني التنظيم ورقابة من الهيئة يعني كل ما لها يعني تتطور بالاتجاه الصحيح. عندنا تقريبا العامل الأهم الآن أنه قطاع أو خلينا نقول شركات مضاربة، واضح أنه في سيولة ترغب بالدخول بالسوق، لكن المشكلة يعني في لديهم خوف من شد أسعار الأسهم القيادية. فكان الغرض من الأيام هذه اللي نشوفه الغرض توفير سيولة حتى تنجلي الغمة فتبدأ الأسهم القيادية بتحقيق أسعارها العادلة.